سيمونير أثرت قضية ارتفاع المحروقات واحد موجة من السخط والسياء في صفوف العديد من مهني النقل الطرقي. يعني انتما كيفاش تفاعلتوا مع القضية تاع الزيادات؟ واحنا الزيادات من تقريبا من 2016 واحنا كنتشكاو من الزيادات في أسعار المحروقات، وكنا درنا واحد الشكاية لرئيس مجلس المنافسة آنذاك للوقوف على هاد القضية ديال المحروقات، لأن كنا عارفين بأن منين تحيد صندوق المقاصة عرفنا بأن غنطيحوا في هاد المشكل وحنا فيه. يعني دازت واحد المدة تقريبا ديال 5 سنوات ولا 6 اللي المهنيين كانوا كيخلصوا من الجيوب ديالهم الغازوال بثمن مرتفع، وهذا أدى مؤخرا لان ما بقيناش كنشوف واحد 20 سنتيم ولا 30 سنتيم، ولينا كنشوفوا الزيادات يعني هكاك علنا بدون مراعاه القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي وديال المهنيين كذلك. دونك حنايا كنا راسلنا السيد رئيس الحكومه تقريبا درنا واحد جوج ديال المراسلات ودرنا التذكير على اساس الجلوس في طاوله الحوار لمناقشه هذا الموضوع ديال المحروقات اللي اصبح موضوع وطني متبعو الصغير والكبير. القضيه كانت الان واحد الجمعيه اللي علنت على القرار تاع الزياده في الثمن تاع النقل قبل ما تراجع عليه، بالنسبه لكم انتم تشوفوا ان من لازم انه يتم زياده في الاسعار تاع النقل ولا ان هذا غادي يجي على ظهر المواطن المغلوب على امر ديالو؟ واحنا شوف هذه الجامعه اللي احنا كنعرفوها لان جامعه كتمارس حتى هي المهنه معنا هنا في المغرب، هذاك البلاغ اللي كانوا نشروه ديال 20% ديال الزياده في 20% داروا على اساس انهم يعطوه للمنخرطين ديالهم يطبقوا على بعض المعشرين في ميناء طنجه. حنا دابا بهذه القضيه ديال مواقع التواصل الاجتماعي وهذا شدوه الناس وحرفوه. حنا ماشي كندافع على الجامعه، مي كنقول الواقع هذاك ستان كومونيكي كتبوه الناس وعطوه للمنخرطين ديالهم على اساس انه يطبقوا على الخواص عند الشركات وعلى المعشرين في مدينه طنجه اللي كيخدموا معاهم. حنا دابا الشارع المغربي ومع مواقع التواصل الاجتماعي خداوه بواحد الصيغه اخرى اللي هي الصيغه ديال يمكن غيتزاد في الطاكسي وغيتزاد في الكار وغيتزاد في الطوبيس وغيتزاد في التران وغيتزاد في الطياره. هادشي ما كاينش، هو الزياده اللي طالبوا بها ديك الناس طالبوا بها مع الشركات اللي كيخدموا معاهم، وكنظن انهم من حقهم لان خرج رئيس مجلس المنافسه كيقول بان الجامعات والجمعيات ما عندهمش الحق. حنا حاطين دابا شكايه اللي هذه 6 سنين وحنا كنتسناو الجواب الاخير والرسمي اللي نقدروا نعطيوه العامة الناس، باقي ما خديناش. تشوف ان الزياده اللي تكون على حساب المواطن اللي تاهو مسكين راه كتاهو من كثره الزياده؟ لا، هو شوف قضيه الزياده حنا ما عندناش، حنا دابا التنسيقيه اللي كاينه ديال الشاحنات والطاكسيات وسيارات الاجره وسيارات وحافلات نقل المسافرين، ما عندناش هذا الموضوع ديال الزياده في المخيله ديالنا ان نزيدوا على المواطن المغربي، لان كفاهم هذوك الزيادات في المواد الاساسيه والزياده في الضوء وفي الماء، واليوم صباح الغازوال عاوتاني مزيوده فيه 30 سنتيم. ما عندناش هذه القضيه ديال الزياده، حنا الزياده ما كايناش، مي عندنا مشكل ديال المحروقات، خص الحكومه تجي تبرك معنا على المشكل ديال المحروقات. التسقيف ديالو اصبح من الضروري. في عهد الحكومه ديال بن كيران كانوا كيقولوا الا فات 10 دراهم كاين واحد التامين ديال غادي نامنوه للمواطن، باش احنا دابا اليوم في 11.38 وفي الاقاليم الصحراويه 8.76، دونك ما يمكنش اننا نخدموا بهاد لي كونديسيون، لان حنا ماشي كنديروا المازوط باش كنتساراو، حنا كنديروا المازوط باش نلبيو واحد الطلب للشعب المغربي.